نستكمل حديثنا عن آلام الرقبة، وكنا وقفنا على إجهاد العضلات الرقبة اللي هو 6 أوضاع الخاطئة، وارتخاء عضلات الرقبة اللي هو استمرار الوضع السابق لمدة طويلة. والنهاردة بنتكلم عن حاجتين: وضع الجلوس والنوم والتمرينات. وضع الجلوس والنوم بالنسبة للرقبة، كلنا بنقعد، الإنسان يا إما واقف يا قاعد يا نايم يا بيجري، يعني دي الأوضاع اللي إحنا لابد نعرف بنعمل إيه في كل حاجة منها. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت إن العمود الفقري تكوينه 3 حرف سي أو 3 كيرفات أو تقوسات، لسبب إنه بيشتغل زي السوستة، يعني دوره إن يبقى زي السوستة أو السبرينج، يعني لامتصاص الصدمات. إنما في وضع الجلسة والنوم دي أوضاع سيئة للرقبة والظهر، وللأسف إن إحنا بنقعد كتير قوي وبننام برضو أحيانا بأوضاع خاطئة، ولهذا سمي آلام الظهر والرقبة سميت مرض العصر. ليه؟ لأن ارتباطها بالجلسة، وده اللي هو عصر الكمبيوتر والتلفزيون واللابتوب والنينتندو والبلاي ستيشن. يعني للأسف دي أوضاع بقينا بنتمادى فيها وللأسف كمان بصورة خاطئة، مش بس طول المدة. إذا النوم لابد الكيرف أو التقوس اللي خلف الرقبة لابد إن يكون مسنود أو مليان، بمعنى لو أنا جيت في الوضع الجانبي بنلاقي الرقبة فيها التقوس الأمامي ده، يعني في فراغ ما بين الراس والكتف. الفراغ ده لابد يتملي في الجلسه بان احنا بنحط ساند خلف الرقبه، يعني لو قعدنا وبنقرا او بنتفرج على التلفزيون او بنستخدم اللابتوب او اي شيء من هذا القبيل، احنا الاول بنحافظ على وضع الزاويه القائمه اللي هو بنقيسه زي ما قلنا المره اللي فاتت بهذا الشكل بين السبابه والابهام، كانه لابسين رقبه اسفنجيه. بالاضافه انه بنحط خلف الرقبه على الكتف يعني مخده اللي هي حرف السي او شكل الحدوه زي اللي بنشوفها في الطيارات، ودي موجوده متوفره بكل الاشكال. واسهل شيء ان بنجيب رول او فوطه ونلفها ونحطها في هذه المنطقه بحيث ابقى ساند الرقبه عليه. اذا ما نسيبش الرقبه بدون سبورت او بدون دعامه. طب ده وضع الجلسه والنوم. وضع النوم المثالي زي ما قلنا برضو ان نحط شيء يملى الفراغ بين الكتف اللي هو في منطقه الكتف بين الكتف والراس، وبرضو افضل شيء هو اي شيء شكله اسطواني زي فوطه ملفوفه او بشكير ملفوف. ومن أسوأ الاوضاع للرقبه وضع النوم على الوجه، طبعا رغم انه كويس للظهر الى حد كبير، وكتير بعد عمليات الجراحيه بننصح المريض ينام على بطنه لان ده بيفرد عضلات ظهر زي ما هنقول مستقبلا. ولكن بالنسبه للرقبه، الرقبه هتروح يا اما في الوضع الشديد اليمين كده او العكس ناحيه اليسار. اذا وضع النوم على الوجه بالنسبه للرقبه ده ممنوع. اذا وضع النوم المثالي بالنسبه للرقبه هو الجنب او على الظهر مع وضع ساند او اسطوانه، شيء اسطواني زي ملفوفه فوطه ملفوفه او بشكير ملفوف في المنطقه دي في الفراغ ما بين الراس وكده. وممنوع النوم على الوجه. طب هنا يبقى قلنا وضع جلوس النوم، ايه بقى التمرينات اللي ممكن نعملها عشان نقوي عضلات الرقبه؟ الحين كتير من الناس يقول لي انا ما اعرفش ان في تمرينات، انا بعمل علاج طبيعي. العلاج الطبيعي طبعا كويس وليه استخدامه، ولكن هم اللي بيعملوه مش احنا. يعني بيتعمل الترا ساوند، موجات فوق صوتيه او موجات قصيره او تدليك او مساج او ليزر، كل ده اشياء كويسه لتحسين الدوره الدمويه وتخفيف الالم، ولكن مش تقويه العضله. تقويه العضله بواسطتنا احنا. تمرينات تقويه عضلات الرقبه بنسميها تمرينات تقويه عضلات الرقبه من وضع الثبات. يعني ايه الكلام ده؟ ان في حركه للرقبه للعضلات عموما اسمها الحركه الديناميكيه، زي لما نحرك نهايه الاطراف الاوضاع، او الحركه الاستاتيكيه او الثابته اللي هي في وضع الثبات. ان بجيب ايدي تاني عشان كلكم نبقى ملاحظين الوضع ده، بيبقى النظر افقي والمسافه بين الدقن والصدر زاويه قائمه كاننا لابسين رقبه اسفنجيه، ونجيب الايد للناحيه اليمين ونزق بقوه جدا اليد ونمنع بالراس كان في قوه ومقاومه، ونعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وبين الناحية الشمال وبرضو نحافظ على الوضع الأفقي والزاوية القائمة، ونعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وبين نجيب الإيد قدام وبرضو في النظر أفقي والزاوية قائمة بين الدقن والصدر، ونعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وبين نجيب الإيدين نشبكهم خلف الرأس وندفع بقوة ونمنع بالإيدين، ونعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى مرة ثانية التمرين ده كام عدة؟ 40 عدة، 10 في اليمين و10 في الشمال
و10 قدام ضد قبضة اليد و10 خلف الرأس. 40 عدة دول بنكررهم كذا مرة في اليوم، كام مرة؟ 10 مرات، يعني 400 عدة في اليوم. معنى 400 عدة إن أنا هقسم اليوم 10 مرات، كل مرة 40 عدة. يبقى إذا هذه التمارين الهامة والبسيطة لو شفنا إزاي الواحد ممكن يعملها وهو في البيت وهو في عمله وهو في أي مكان، في السيارة حتى في العربية، يعني إذا قصة مش صعبة. واللي هيفكرنا بيها برضه وجود الهلة إلى حد كبير. إنما أنا شخصيا بدعوكم كلكم مثلا مشاهدين ان نعمل الكلام ده حتى لو مفيش الم، لانه بيقوي عضلات الرقبه. والحقيقه ان احنا كنا عملنا هذا التمرين طبقناه على فريق كره القدم النمساوي سنه 91. وطبعا زي ما احنا عارفين كره القدم الاوروبيه ويعني برضه الامريكيه فيها عنف شديد، وكانت نسبه اصابات عاليه جدا لدرجه كسور واصابات خلع في الرقبه وانزلاق غضروفي وخلافه. لما طبقنا هذا التمرين لمده 3 شهور زاد قطر الرقبه بتاع اللاعب اللي بيؤديها ملي ونص، يعني برضو حاجه كبيره جدا لدرجه لازم يغير رئه الامراض. ولكن الاهم من القصه دي انه نقصت نسبه الاصابات الملاعب لنفس الفريق 80%. اذا القصه جات لنا ازاي؟ الفكره ازاي اقلل من اصابات لعيب الكره؟ ما اقدرش اعمل حاجه البسهم رقبه اسفنجيه، مش طبيعي ومش هتمنع كذلك، ومش هيبقى شيء منطقي رياضي لابس رقبه اسفنجيه. ولكن عندنا ربنا سبحانه وتعالى ادانا العضلات اللي هي ممكن تشيل الرقبه لهذا الحد. فاذا استمرارنا على هذا التمرين لمده شهر ونص ممكن ينقذنا من عمليه الانزلاق الغضروفي، ممكن ينقذنا من عده غضاريف تانية، لدرجه انه في كثير من الاحيان بيجي مريض يكون عنده نتوء غضروفي في بدايته وبنصحه بالتمرينات، فيقول لي لا انا افضل العمليه. يعني بيصل الى هذا الحد، انا عايز اعمل عمليه لانه هخلص من العمليه. فالحقيقه بخوفه، بقول له طب لو تعرف ان بعد العمليه نفس التمرينات دي مطلوبه. وده حقيقه، ان ما خلصت العمليه الجراحيه وانتهى الامر، العمليه هي جزء من القصه الكامله، ان لازم ارجع الرقبه لحالتها الطبيعيه. بل ان في فايده جامده كبيره جدا في هذه التمارين، انه انا لما هعمل عمليه لا قدر الله يعني لمريض في غضروف واحد، انا عالجت هذا الغضروف، ولكن الوقايه بهذه التمرينات بيقي كل الغضاريف. اذا انا بدعو استاذ المشاهدين انتوا تعملوها وتقولوا لقرايبكم وجيرانكم واصدقائكم، لسبب ان دي حاجه تسعدنا جميعا في المجتمع ان نبقى بصحه جيده. بفكر طبعا الساده المشاهدين التعليمات دي مش حكر على حد، بمعنى واحد ما عندوش الم في الرقبه ممنوع يعملها. ويمكن قلت لكم القصه بتاعت الطياره، ان جاري اللي في الكرسي اللي جنبي لما شافني بعمل هذه التمارين سالني ايه قصتها، فقلت له ان عندي غضاريف في الرقبه. وعشان اطمن الساده المشاهدين مش كل غضروف او كل انزلاق غضروفي بنشوفه يساوي عمليه، لان احنا ما بنعالجش اشعه. انا ممكن اشوف 3 اشعاعات لمرضى او رنين مغناطيس، الثلاثه فيهم نفس الغضروف بنفس الحجم، واحد مش بيشتكي على الاطلاق، واحد الم بسيط في الرقبه، الثالث ضغط شديد على العصب. بسبب ايه؟ اول حاجه قوه عضلات. ولازم نرجع نقول تاني وافكر، اكتر ناس بيحصل لهم اصابه في الغضاريف بتاع العمود الفقري الرياضيين اللي بيشيلوا اوزان جامده وبيقفزوا وبيجروا وبيركبوا خيل وخلافه، ولكن اقلهم الاحساس بالالم او الشكوى او حصول مضاعفات ليهم هم الرياضيين كذلك، لان عضلاتهم قويه. نرجو ان نطبق هذه التعليمات كلنا طول النهار. ولو نفتكر كده تاني برضو ايه الفرق بين اللي احنا قلناه وبين العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي ما يضرش، بنعمله احيانا، ولكن مهما عملته في اليوم هيبقى نص ساعه او ساعه، طب وباقي ال 24 ساعه؟ ميزه هذه التعليمات ان تطبق على مدى ال 24 ساعه، خلال احنا مستيقظين في المكتب في العربيه واحنا نايمين كذلك، ثم تمرينات التقويه اللي بنعملها على مدار اليوم. يعني ما يجيش شخص يقول لي او اخ او اخت تقول لي انا صحيت الصبح عملت ال 400 عده وخلصت. غلط، لان ده اجهاد للعضلات. اذا برجاء متابعتنا، وهنقول المره الجايه ان شاء الله نبدا في الاوضاع المجهده للظهر وفي منطقه الفقرات القطنيه. واشكرك على حسن استماعكم ومشاهدتكم، والى اللقاء. كل واحد
من شباب.